الناقدة الكبيرة الأستاذة ماجدة موريس، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. رأي حضرتك إيه في موضوع الفيلم؟ حضرتك أكيد شفت الفيلم. أنا شفته. يعني أولا أنا في حاجات أنا عايزة أكد عليها في الأول. نمرة واحد، إن مسألة إنه اقتباس فكرة فيلم من بتاع ده من سينما لسينما أو من بلد لبلد، دي ده شيء أصبح متاح وموجود في كل حتة في العالم. حتى الأفلام الأمريكية بتقتبس من أفلام دول أخرى كثيرة، مش إحنا بس في العالم بتاعنا اللي بنقتبس من أفلام أوروبية أو أجنبية. الحاجة الثانية أنه هذا الفيلم بالتحديد اللي هو أصله إيطالي تم اقتباسه في نسخ كتير جدا في العالم. أيوة. إنما أنا عايز أتكلم عن الفيلم نفسه. هو في الحقيقة أن الفيلم بيقدم نوع من الدراما، أو نوع من اللي هي دراما المكان الواحد. في دراما اليوم الواحد، في دراما الموقف الواحد، هو المكان الواحد والموقف الواحد. المشكله هنا مش ان هم اجتمعوا او ان في، لا انا ما شفتش ان فيها كم هذه الالفاظ النابيه اللي قال عليها الاستاذ مصطفى بكري، لكن اهميه هذا الفيلم الحقيقه في ان هو بيحول الامر الانساني الطبيعي اللي بيحصل في كل حته في العالم، وهو ان مجموعه اصدقاء او عائلات صديقه بتجتمع مع بعض كل فتره عشان تتعشى مع بعض وتتواصل مع بعض. بيأكد لينا انه السوشيال ميديا والموبايلات بالتحديد، هذه الاجهزه الجديده الدخيله علينا، فعلا هي افسدت هذه السهره او افسدت هذا التجمع الجميل. والفيلم غالبا بيدور في لبنان. الأسرة المصرية قالوا ان منى زكي وإياد نصار زوجها ان هم عايشين، لان هو بيشتغل في لبنان، وكلموا ان حتى والدته جات عشان خاطر تراعي ابنائهم معاه، وانه في الاخر ان هذه هؤلاء الاصدقاء لما قعدوا مع بعض كانوا مشكلتهم ان كل ما يجي يتكلموا مع بعض ويحكوا حكاياتهم وهم بيتعشوا. استاذه ماجده، خلينا نركز على الاتهام الاساسي الموجه لهذا الفيلم، انه هو بيشجع على المثليه، ويعني وبيطلع المجتمع ازاي يا استاذ عمرو بيشجع على المثليه اذا كان الراجل في الاخير ده قال لهم الحكايه دي لما غير الموبايل بتاعه مع اياد نصار. فاكتشفنا ان هو غير موبايله عشان هو يعترف لهم هذا الاعتراف اللي هو اعترفه، وهو فعلا اشبه بخجول. يعني اولا ده شيء امر موجود في كل مكان في العالم، لكن الفيلم لم يروج له ولم يشجع عليه. الأكتر شيء الناس ماسكة فيه، خصوصا اللي ما شافوش الفيلم، المشهد اللي يعني منى زكي بتخلع جزء من ملابسها الداخلية، ده اللي قالب الدنيا في كل المواقع وفي كل الأماكن. هي قالت كلام محدد، قالت ان انا بتاع ده ضغط عليا، وواضح انهم كانوا نازلين، انا فهمت انهم كانوا نازلين رايحين، فما دخلتش عشان تقلع كل هدومها وتغير. يعني دي تفصيله حياه صغيره، طالما انه ملهاش امتداد درامي في العمل، الناس واقفه ليه عندها؟ طب انت رايك في الكلام اللي بيقوله سياده النائب مصطفى باكر ان احنا نمنع نتفليكس من انها تبقى موجوده في مصر او في العالم العربي؟ يا استاذ عمرو، الافضل ان كل واحد يختار اللي هو عايزه بشكل حقيقي. ما احنا ما نقدرش نمنع. طب هنمنع كمان المواقع الالكترونيه اللي بتجيب افلام كل يوم؟ هنمنع بتاع ده فيسبوك، وهنمنع كل، مش هنقدر نمنع.